مشاهدينا، بعد أن شغل متحور دلتا من فيروس كورونا العالم خلال الفترة الماضية، يتصدر اليوم المشهد متحور لامدا بعد تأكيد انتشاره في 29 دولة على الأقل بحسب منظمة الصحة العالمية، والتي ربطته بمعدلات الانتشار الكبيرة فيها. فماذا نعرف عنه وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ الأجوبة تأتينا من عمان مع دكتور درار بلعاوي، أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية. صباح النور دكتور. صباح الخير يا ستي لك وللمشاهدين الكرام. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك معنا. بداية، طمنا على الواقع الصحي اليوم في الأردن، وكيف تجري حملات توزيع اللقاح؟ يعني ستي، احنا الوضع في الأردن كما في باقي الدول في عنا يعني ارتفاع بسيط في اعداد الحالات وفي نسب الفحوصات الايجابيه بالنسبه للاجمالي وادخال المستشفيات، لكن الامر يعني ما زال تحت السيطره. بالنسبه للقاحات، الحمد لله الاردن يعني تقريبا احنا لقحنا 20% من الشعب بجرعتين من اللقاح، واكثر من قرابه 5 مليون شخص على الاقل جرعه واحده، والإقبال ما زال مستمرا. يعني وزارة الصحة نزلت العمر لأخذ اللقاح لغاية 15 سنة، وأنا بتوقع أنه راح ينزل كمان الرقم ل 12 سنة. فالحمد لله الأمور يعني منضبطة، ويعني نرجو أنه ما يصير في يعني ارتفاعات في الأسابيع القادمة، وهذا منوط بيعني وعي المواطن والتزام باجراءات الوقايه الاحترازيه. يعني الحمد لله، نتمنى ان يستمر الوضع في التحسن، وبالتاكيد هو منوط بالوعي المجتمعي والذي سنعود للحديث عنه بعد قليل. ولكن الان دعنا نتحدث عن متحول دلتا بدايه، والذي ينتشر في عدد من الدول العربيه اليوم. يعني ستي المتحورات، انا بس بدي اوضح نقطه حتى لا يختلط على الجميع. المتحورات احنا عندنا تقريبا 4000 متحور، وهذا يعني ديدن الفيروس هو يتحور حتى يستطيع ان يتفادى مناعتنا ويقلل من كفاءه اللقاحات. لكن هاي المتحورات اغلبها اختفت، ما بقي هو 5 6 7 متحورات التي استطاعت ان تجري طفرات على تركيبتها الجينيه حتى تستطيع ان تعيش. ولهذا اللي ظهر عندنا هو الفا، بيتا، جاما، دلتا، ولمدا، وحتى في ابسلون اللي الحمد لله احنا خلصنا منه، يمكن نتحدث فيه كمان شوي. بالنسبه لمتحور دلتا اللي كنا نسميه المتحور الهندي او يسمى علميا B16172، طبعا هو بديسمبر 2020 ظهر وبدا يضرب في الهند بشراسه، ثم الان نعتبره هو السائد عالميا الحقيقه. متحور دلتا عنده طفرات استطاعت ان تجعله اكثر انتشارا بنسبه 60%، اكثر من متحور الفا اللي كنا نسميه البريطاني، كما انه الدراسات تثبت بانه متحور دلتا قادر على ادخال المصابين الى المستشفيات ضعفين الى 3 أضعاف اكثر من الفا، وضعف الى ضعف ونص الى غرف الطوارئ اكثر من الفا. فيعني هذا اللي يعني الهاجس لجميع مزودي الرعايه الصحيه وللدول، انه دلتا يستطيع ان ينتشر بسرعه، ولذلك الخطر يكون على الاشخاص غير المطعمين، لان الدراسات ايضا اثبتت بان اللقاحات ما زالت فعاله، شيء من الحصانه افضل من لا شيء، فاللقاحات استطاعت ان تتعامل مع دلتا في اغلب المرضى. ممتاز، ويعني هذا خبر جيد، ولكن لم نكتفي بدلتا فقط، ولكن انضم إلينا لامدا، الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات العدوى في بعض الدول مرتبطة بشكل رئيسي به. هل هذا يعني أنه أكثر قدرة على الانتشار دكتور؟ ستي يعني متحور لامدا كما يعني بدأت حديثي، نعم هو من المتحورات. طبعا متحور دلتا نسميه فيرينت اوف كونسيرن، يعني متحور مثير للقلق، هيك تصنيفه. اما لامدا هو ما زال حسب تصنيفات منظمه الصحه العالميه فيرينت اوف انترست، يعني متحور مثير ل يعني الانتباه، مثير يعني انه لازم احنا نبقي اعيننا مفتوحه عليه. متحور لامدا نعم نشا في امريكا الجنوبيه الحقيقه، نشا في البيرو، وهو يضرب الان في بيرو، في ارجنتينا، في تشيلي،
في الإكوادور، هو يعني السائد الآن في أمريكا الجنوبية. متحور لامدا 60 نعم طرأت عليه طفرتان، طفرة أولى نسميها L452Q والطفرة الثانية F490S. هذول الطفرتين جعلته أنه يكون أكثر قدرة على الانتشار لأنه أكثر قدرة على العدوى، أما الشيء الثاني هو أكثر قدرة على أن يتفادى مناعتها. طب دكتور ليش أنت تحدثت عن هذين العاملين؟ أنا هون بدي أوضح نقطة كثير مهمة. المتحورات لا نستطيع أن يعني نجعلها مثيرة للقلق أو نقول أنها ممكن تأثر إلا إذا كان لديها هذان العاملان. العامل الأول القدرة على التكاثف في الحلق أو في الرئة، وبالتالي القدرة على أنه يصير أكثر عدوى، يعني infectivity, high infectivity. هذا العامل الأول. أما العامل الثاني فهو القدرة على أن يتفادى مناعتنا، أن يخدع مناعتنا. وهذون العاملين يا ستي موجودين في دلتا وموجودين في لامدا، لكنه مثلا مش موجود بإبسلون. إبسلون هو المتحور الكاليفورني، أثبتت الدراسات أنه نعم هو زاد انتشاره، لكن العامل الثاني اللي هو أن يتفادى المناعة ما كان موجود. ولهذا السبب في 7/7/2021 تمت إزالته من قائمة المتحورات، المتحور إبسلون. فلامدا 60 نعم هو السائد الآن في أمريكا الجنوبية ويحمل الخاصيتين اللي هو سريع الانتشار نعم، وأيضا يستطيع أن يخدع المناعة وأن يعني يصيب خلايانا إما الجهاز التنفس العلوي أو السفلي. نعم دكتور، وبالحديث عن اللعبة ما بين مناعتنا وما بين هذا الفيروس، نحن الآن نتحدث عن المتحور لامدا، هذا المثير للاهتمام أو المثير للانتباه كما تفضلت، كما تم تصنيفه الآن وفقا للدراسات التي تجرى حوله حتى اليوم. السؤال الذي يتساءل عنه الكثيرين التأكيد حول فعالية اللقاح بالنسبة لهذا المتحور. يعني ستي ليس لدينا يعني دراسات كثيرة عن متحور لامدا يعني كفاءة اللقاحات ضده، يعني بالنسبة لتحور دلتا عندنا معلومات أكثر أن اللقاحات ما زالت فعالة، ولكن نظريا لا أعتقد بأنه اللقاحات لن تكون يعني فعالة ضد متحور لامدا. وهناك كثير من يعني اللقاحات تعطى في أمريكا الجنوبية، الصيني، فايزر، حتى في عندهم يعني لقاح يسمى عبد الله برضه جاب يعني نتيجه وهو يعتمد على اجزاء من البروتين. يعني ستي احنا القاعده العامه بانه كما تحدثت في بدايه اللقاء شيء من التحطيم افضل من لا شيء، يعني بمعنى اخر حتى لو انه اللقاح جاب 50-60% هو افضل من انه لا يجيب اي حصانه. ولهذا السبب نحن ننصح دائما بانه على الجميع ان يتلقى اللقاح. اللقاح يجعل مناعتك جاهزة حتى لو بذراع أو بذراعين، لو مش كل الأذرع تكون جاهزة، وهذا ما دائما ننصح فيه الأشخاص، لا سيما الالتزام أيضا بإجراءات الوقاية الاحترازية. طب دكتور يعني معناته أنت بتحكي لنا يعني أنت مش ناخذ اللقاح إذا نلتزم بالكمامة بين قوسين القناع؟ لأنه يعني هاي نقطة كثير مهمة حاب أن أركز عليها. الاستراتيجيتان يجب أن تكون يدا بيد، لا نستطيع أن نعتمد على اللقاحات فقط ولا نستطيع أن نعتمد على إجراءات الوقاية الاحترازية. لماذا طب يا دكتور؟ هاي معلومة يمكن أول مرة أحكيها عبر القنوات، لأنه اللقاحات لوحدها ممكن أن تنشئ لدينا متحور يكون يعني مقاوم لهذه اللقاحات. فأنا كملقح ممكن نعم أنا أتعامل مع هذا الفيروس المتحور المقاوم، لكن أستطيع أن أنشره لغيري، أن أنقله لغيره. لهذا السبب يجب حتى على الملقحين أن يلتزموا بإجراءات الوقاية، الكمامة والتباعد الجسدي والوجود والجلوس في غرف جيدة التهوية، لأنه نحن ما زلنا في ظل جائحة والفيروس نشط، ولا نستطيع الاعتماد على استراتيجية واحدة بل اللقاحات وإجراءات الوقاية معا. نعم دكتور، ومن هنا البيرو الآن تشهد أسوأ موجة من الفيروس بسبب متحور لامدا نتحدث. نحن كبلدان عربية كيف يمكننا أن نتصرف هنا؟ كيف يمكننا تفادي السيناريو الذي دخلنا فيه قبلا باعتمادنا إجراءات ربما كانت هشة في بعض الأوقات أو عدم مواكبة الأحداث وتطوراتها؟ ما الذي يجب أن نفعله كحكومات ومؤسسات صحية؟ وسنعود للحديث عن المواطنين.
يعني ستي على المستوى الحكومي نتحدث بداية، يجب على كل حكومات الوطن العربي أن تسرع من وتيرة اللقاحات، وأنا أرجو عبر قناتكم المهنية أن نبتعد عن السياسة وأن نزج بها في هذه الجائحة. يجب على كل الدول أن تحترم كل اللقاحات، صحيح، وأن يعني تصرح لكل اللقاحات. لا يجب أن نقول نحن والله بس بدنا نعتمد هذا اللقاح وما نعتمد اللقاح الآخر. أنا باعتقادي هذا شيء غير صحيح. كل اللقاحات فعالة، كل اللقاحات آمنة، يجب على جميع الدول أن تسرع من وتيرة اللقاحات، لأنه كل ما تأخرنا في وتيرة اللقاحات يعني نحن نعطي الفرصة للفيروس يتحور. دكتور ربما ويجب على أجسام غير المتقنين هم صانع للتحور. نعم، وربما يجب على الكافة أيضا القيام بدور أكبر لضمان توزيع عادل للقاح للمناطق الفقيرة التي تعد أرقام اللقاحات التي تصل إليها شحيحة جدا. فيبدو أن ليس فقط السياسة هي التي تتلاعب بصحة الناس، ولكن حتى المادة أحيانا تتلاعب بها. أحسنتي. نعم، ما فتئنا نقول بأن هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات، وكنا دائما نقول على الدول الغنية أن لا تستأثر بهذه اللقاحات، لأنه إذا كان بلد ليس بأمان فكلنا لسنا بأمان. يجب على الدول الغنية اللي عم تخزن لقاحات غير فائدة أن توزعها للدول الفقيرة، كما يجب على منظمة الصحة العالمية أن ترجع إلى قيادة الصحة العالمية الحقيقة، وأن يعني بمبادرات نعم مشكورة مثل كوفاكس وغيرها، لكن يجب أن تكون على أرض الواقع بشيء ملموس من اللقاحات. وأنا بتحدث مع حضرتك ستي، أفريقيا لم يصلها إلى 2% صحيح. من الدول 2% فقط تم تلقيح شعوبها. هذا رقم يعني الحقيقة مخزي، أنا بدي أحكيها. يعني في دول لقحت 70-80%، وفي أفريقيا كما قلت 2%، حتى في دولنا العربية ما زلنا نتراوح بين 10-20% في أغلب الدول. نعم، وهذا رقم قليل ينبئ بأنه ممكن الفيروس أن يتحول. طيب، مسؤولية المواطن دكتور، وإحنا صحنا هذا الكلام في تونس وفي المغرب وفي إيران وفي العراق وفي سوريا، يعني موجود أمامنا. مسؤولية المواطن تجاه نفسه وتجاه صحته وتجاه مجتمعه الصغير. الوقاية 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 كنا وما زلنا نتحدث عنها، أخبرنا عن القواعد الذهبية للوقاية الشخصية. ستي، أنا بالذات على المستوى الفردي أرجو من جميع على الأقل الشباب الذين يسمعوني، كما يعني أن أباك وأمك أخذوك وأنت صغير وطعموك ضد الجدري وضد شلل الأطفال وضد جميع يعني الأمراض اللي الآن أنت الحمد لله لم تصاب بها، أرجو منك أن تأخذ أباك وأمك الآن إلى مركز التطعيم وأن تطعمهما. لا يجب عليك أن تنشر الإشاعة بأن اللقاحات كورونا خطيرة، بالعكس إذا أنت تريد أن تخدم أباك وأمك يجب أن تلقحهما ضد فيروس كورونا، لأن فيروس كورونا والمتحورات ليست يعني آمنة ضد لا صغير ولا كبير، تصيب الكبير والصغير والصحيح والصحيح. فهذا أول شيء. الشيء الثاني، يجب على كل المجتمع على المستوى الفردي أن يلتزم بإجراءات الوقاية الاحترازية كما تحدثت. لا نستطيع أن نعتمد على اللقاحات فقط، يعني هناك إحساس زائف بالأمان لدى بعض الملقحين. أنا تلقحت خلاص دكتور، أنا تلقحت شو بدي بالكمامة؟ أرجوك هذا الكلام غير صحيح. يجب أن تلبس الكمامة، يجب أن تتباعد جسديا عن غيرك، يجب أن تجلس فقط في غرف جيدة التهوية، نبعد عن الاكتظاظات والازدحامات. الآن إحنا موسم صيف فما شاء الله الأعراس والحفلات يعني، وهذا شيء حقيقة يعني يؤلم، لأنه يعني هذا كله سنجني حصاده صحيح. بعد أسابيع، خصوصا بعد انخفاض درجات الحرارة. فأنا برجو من الجميع على المستوى الفردي يعني أن يتحمل المسؤولية وأن يكون مسؤولا وأن يعرف أنه إذا أنت يعني ممكن كشاب ممكن يعني تصف هذا الفيروس لغيرك من كبار السن ومن المرضى، تدخلهم غرف العناية وللأسف تفقدوا يعني حياتهم بسبب أنك لم تكن ملتزما بإجراءات الوقاية ولم تأخذ الأقل. إذن هي الوقاية 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 واتباع التعليمات، ولمن استطاع أن يصل إلى اللقاح أن يأخذه بدون أي تردد. دكتور درال برعاوي، أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا لك.